جواد خيال بس ما له احسن مني. بس جواد فاز عليك يا عرب. مو بشطارته يا بي، بشطارة الفرس اللي معه. علي ما علي تكون هي الفرس معي، حراج علي واحد يربح علي بهالبلد كلها. يا بي اشتري لي اياها، بوسة لايدك تشتري لي اياها. اشتريها منه؟ طيب بركي ما قبل يبيعها. لا ولك انت المختار ابو عرب، وما بظن حدا بالشام كلها ممكن يخجلك. كرامة للرسول، اشتري لي هي الفرس منه. لك يا ميت هلا نورتوا البيت، اهلين وسهلين بالكباريه، اهلين وسهلين بالمخاتير. اتفضل اتفضل. لك يبارك لي ربي فيك يا ابو جواد. الله يسلمك. البيت منور باصحابه يا ابو جواد. انا جاي لعندك ومعي اخي المختار ابو صياح، وفي لي طلب عندك وبتمنى ما تردني خايب. ولو ايش كان طلبك؟ مقدور عليه عندي، بتاخده من عيوني على راسي، على راسي يا عرب. لك الله حي اصلك يا ابو جواد، الله حي اصلك. تسلم تسلم يا ابو جواد. انا جاي لعندك مشان موضوع الاشهاب. الاشهاب؟ خير يا مختار، خير. شو بالاشهاب؟ بدي اشتريه منك، شنو ابني حابه كثير، وراح ادفع لك فيه 200 مجيديه. لا تقول لي يا ابو جواد، ابو عرب دافع لك سعر حلو كتير كتير، واكيد ابو عرب ابو جواد ما رح يردك خايف. والله يا مختار جيدكن على راسي، على عيني وراسي، بس الاشهب مو للبيع. يا سيدي 300 مجيديه وحصان من عندي كمان. لا اوعها بعد هالسعر هاد، يعني ما فيك تقول لا ابدا. بعدين بربع السعر تشتري احسن خيل بسهولة. لا مزبوط يا مختار، كلامك مزبوط وعلى راسي، بس في شغله لها علاقه بالاشهاب. الاشهاب هديه من شيخ عشيره المسعد، والهديه لا بتنباع ولا بتنشرى ولا بتنهدى. بس انا طلبت منك هالطلب يا ابو جواد، وبدي الاصيله من عندك. يعني يا مختار شو بدي لك، لو طالب واحد من اولادي على عيني وراسي، بس الاشهاب ولا بيع. وهلا عن اذنكم راح اسوي لكم قهوه. اهلا وسهلا. بعد اللي سمعناه ما لنا عذر بنوب بنوب. ابو جواد ورجاك عذره ما ورجاك بخلو. يلا همي همي في حالك. يلا معلم عمرك. الله حيوصل لحمول الثاني. عمرك كل امور تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين عرب، اهلين بابن المختار. اهلين بابو جواد. فكرت بالموضوع؟ اي موضوع لك ابني؟ موضوع الاشهب. الفرس مو للبيع. يا بس انا بدي اياه. شو قصدك لك عرب؟ هدي لك ابني هدي. هدي. عرب ضيف حارتنا. اسمع يا ابو جواد انا عم حزرك، ايش كان الفرس وصل برجليه؟ لا لما بيوصل برجليه لعندك مبروك عليك. انا حذرتك. مع السلامه. شو قصدك بهذا الحكي يا بي؟ لا تشيله من ارضه، الاصيل بيرجع لحاله. يلا يا شباب همي همي بسرعه. بس يوصل المعلوم لك قدم منه على مرتين لعيونك واعتبره صار عندك. بس دير بالك، ها دير بالك حدا يشوفك بالحاره ويهرب منك. لا لا يا معلم عرب، محسوبك حميده على كيف كيوفه، وحياة عينك لجيول عند رجلي. ماشي تيسر وشوف شغلك. الله يرزقك ويعوض عليك. ماشي يا جواد، هلا ورجيني مراجلك. يا رب. ما يا بي يا بي، هلا بتلك فرسك الاشهب بتحمل الحمل على دومه، بتعطيه لابو عارف. لمين؟ لابو عارف يا بي. الله معك. مع السلامه.
بحكيلكم يا جماعة تساعدوني. بدي اتصرف إن شاء الله. إن شاء الله يا جماعة. يا أبي. نعم. هلا أنت بتعرفوا هذا اللي أخذ الخيل؟ لا بعرفه ولا بحياتي شفته. كأنه غريب عن الحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شلون بتعطيه؟ يعني زلمة ما بنعرفه. لك يا ابني لا تسيء الظن بالبشر. ساعد الناس الله ما بيظلمك. يلا احمل حملك وبوشك على دومك. لك بس يا أبي فهم علي بس. ابني يعني بدك تمك تحكي؟ خلص اسكت. روح شوف واحد من الشباب خذ الخير من عنده وحمل حملك لعند أبو عارف. لعند مين؟ عند أبو عارف. يلا الله معك. السلام عليكم. السلام. لك بري عليك. وهي كفاية المصاري مثل ما اتفقنا. الله يعوض عليك معلم عرق. استنى. فهمت المخلوقة انه ما تروح على حارة ام صياح؟ فهمتها. اصلا ما انا شغل هنيك ابنه. منيح. وانت كمان اذا بتكف مغيا بيكون احسن. ايه ليش لا؟ بنكفه. طالع كم يوم على الغوطة روح حالي. احسن. دعينا. روح. الله يرزقك يا رب. قلبي وربي راضيانين عليك. لنشوف ابو جواد شو بده يعمل هلا. جواد معه حق ابن عمي. مو معقول تعطي الفرس لرجال ما بنعرفه وغريب عن الحاره كمان. لك يعني شو كان بدك يعني اعمل؟ اخذ كوشان وكوشان مرته وانزل على الكراكون ليتاكدوا منين هن. والمراه عم تنازع قدامي؟ لك يا ابي لو خليتني روح معه مو احسن؟ كنت اطمنت على الاصيله واطمنت على حرمته. ولك يا ابني والله انشلشت. مرته عم تنازع وهو عم يستغيث. يعني شو بدك يعني يساوي؟ إيه ما كان عندي راس حتى افكر. يلا يلا ان شاء الله بيرجع الرجال ومعه الفرس. لك انه رجال يا مو الرجال طوال. لك والاشهب ما بين لهلا. لك شي بجنه. يا ابي جواد بس خلص صحناك اخطوف رجلك على الاستخانه. ليش يا ابي؟ لتطمن عن المراه وترجع الاشهب. امرك يا ابي من هلا رايح. الله معك تقبرني. اخ الله يسامحك على هالعمله. يا ابي رحت على الخستخانه وسالت عنه لهذا ابو اسعد وحرمته وقالوا لي بالخستخانه انه ما حدا اجاهم بهيك حاله. لك شو عم تحكي؟ لك جواد شو عم تحكي؟ مثل ما عم اقول لك يا ابي. وحتى رحت على الميدان وسالت عنه بالميدان وقالوا لي بكل الميدان ما في هيك اسم. شو يعني هالحكي؟ واضحه يا مو واضحه. نصب علينا. ولي على قامتي يعني راح الفراغ؟ ايه راح وانسرقنا وكل هالحكي اللي صار كله كذب. عملت فيني يا واطي. يا بي يا بي يا بي الأشهب رجع لحاله. قلت لك الأصيل بيرجع لحاله. رجالك الفرس رجعت لاصحابها يا ابي. ولك انا عملت المستحيل لخليه عندي. ولك شلون هيك بصير معنا؟ قطعت الجامه ورجعت لعند صاحبها. ولك شلون بصير هيك؟ شلون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين ابو جواد. تفضل تفضل ارتاح. مشكور يا مختار. انا جاي اقول كلمتين للعرب وامشي. اكيد عرفت انه الاشهب رجع لحاله. الاصيل بيرجع لحاله. وهي القصه اللي صارت يا ليت تضلها بيناتنا وما تنطش بالحاره ويسمعوا فيها الناس.
ساعتها بيخافوا من بعضهم وما بيعودوا بيلتفوا على بعض. خلي القصة بيناتنا وخلي الناس ايد واحدة بهالحارة. يعطيكم العافية.